عاوز اقول لك ان في 6 في النادي الاهلي انتهت عقودهم، وفي تنتهي عقودهم بنهايه الموسم المقبل، وان امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي حريص ان هو يجدد لهم، لكن زي ما قلت لكم قبل كده ان مفيش تجديد في هذا الشهر، لازم الكل يركز اول في افريقيا واستعاده الدوري. وتواصلت مع المحترم امير توفيق وسالته مره تانية، قلت له يا عم الناس عماله تكتب وتقول وحاجات بالشكل ده، قال لي يا استاذ ابو المعاطي قول مفيش كلام في تجديد للناس اللي هينتهي عقودها نهايه الموسم المقبل الا بعد يعني انتهاء افريقيا. قلت له مش كنت بتقول انتهاء شهر ابريل؟ قال لي انتهاء افريقيا، احنا ورانا ايه؟ احنا ورانا ايه؟ احنا ورانا ايه؟ قال لي الستة مين؟ ياسر ابراهيم قلب الدفاع النابض ماشي اللاعب الدولي، حسين الشحات لسه باقي في عقده سنه، ايمن اشرف اديك شايف مستواه، محمد محمود ما بيلعبش، رامي ربيعه مصاب، محمود وحيد بيلعب على سطر ويسيب سطر، فدول لسه كابتن امير توفيق بياكد ان لم يفتح ملفات التجديد معهم، لم يفتح ملفات التجديد معهم حتى الان، ولم يتفاوض معهم، ان كل ما يثار في هذا الامر لا اساس له من الصحه عن تجديدهم عن جلسات معاهم عما الى ذلك. قال مش ذنبنا ان احنا كل الناس اللي بتنتهي عقودها هذا الموسم احنا خلاص خلصنا معاها وجددنا معاها ومستقرين، الناس بقى اللي بتتكلم عن اللي هيخلص الموسم اللي جاي يعني ماشي يا عم هنخلصهم والله وهنجدد لهم وقاعدين في النادي ومحدش فيهم قال انا عاوز امشي، فبالتالي ما نقعدش نسخنهم ونقول اخبار عنهم. فقال لي هذا السداسي لم نبدأ مرحلة التفاوض معاه، وان كل ما يثار في وسائل الاعلام وفي بعض المواقع ان هم جددوا او هيجددوا او هيعملوا لا اساس له من الصحة. وقال لي اقول لك من الاخر تلقول، قال لي دول هتلاقي وكلاء لاعبين بيسخنوهم، يا اما عايزين هؤلاء اللاعبين يا اما اعاره مثلا مع نهايه الموسم، يا اما عشان احنا نتحرك بعد شويه هتلاقيهم دخلوا مرحله العروض، يقول لك حسين الشحات جاله عرض، ياسر ابراهيم جاله عرض، مش عارف محمد محمود جاله عرض، وطبعا محمد محمود مطلوب وربيعه مطلوب ومحمود وحيد وايمن اشرف وكل نجوم النادي الاهلي. قال لن نفتح هذا الملف نهائيا الا بعد انتهاء مسيره النادي الاهلي في بطوله افريقيا. على الجانب الاخر مستر جوزفالدو فيريرا خد قرار، قلت لكم امبارح على الناس اللي بيوقع معاها امير مرتضى وشغال توقعات، وده شطاره منه انه بيحصل على توقعات الناس وبيخليها عنده وفي اخر الموسم يشوف. قلت لكم هشام صلاح ظهير ايمن للاتحاد السكندري، قلت لكم عبده فتحي، وقلت لكم عبد الكريم الوادي، وقلت لكم عبده يحيى سوري ومحمد فتح الله، وبيحاول مع اخرين وهناك اخرين وقعوا يعني، لكن انا بقول لك اللي انا متاكد منهم يعني، وفي اخر السنه يشوفوا عاوزه وانا مش عاوزه، اللي موجود في الزمالك هيكمل ولا مش هيكمل. لكن جوزفالدو فيريرا فاجئ المسؤولين في النادي، قال لهم في 2 مشوهم بدري وخلصوا منهم بدري واقعدوا توقعوا معاه، هو 3 يعني رزاق سيسي، محمد اوناج، حازم امام اللي بينتهي تعاقده بنهايه هذا الموسم، قال لهم الثلاثه دول انا مش عاوزهم، بس سيبوا حازم شوية جايز يظهر، وحمزة المسلوسي كمان هو مش مرتاح ليه بالمرة خالص. الاهلي هيسافر يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، ورئيس البعثة بنسبة كبيرة الكابتن محمود الخطيب بنسبة كبيرة يعني، ربنا يديله الصحة والعافية، ربنا يديله الصحة والعافية، ربنا يديله الصحة والعافية، ربنا يديله الصحة والعافية. طب والله انت فكرتني بحاجة كويسة، والله فكرتني بحاجة كويسة، انا عجبني جدا يعني واحد بيشكرني على ان احنا بندعم 57 357. عايز اقول يا جماعه ان في بعض البرامج انا معجب بيها جدا لناس انا ما اعرفهاش، ناس انا ما اعرفهاش، يعني زي الاستاذ ايمن مصطفى ده الاعلامي بتاع دي ام سي، عامل برنامج انسان اللي هو برنامج حياه كريمه، ده لما تتفرج عليه سوشيال، انا بتفرج سوشيال طبعا، لما تتفرج عليه لازم تعيط، لازم تعيط. ليه؟ بيجيب حالات إنسانية رهيبة بصراحة يعني، فربنا يبارك له وفريق العمل وكل الناس اللي في حياة كريمة اللي عاملين البرنامج ده. كمان في صديقنا العزيز أستاذ عماد يوسف عامل برنامج اسمه الدنيا بخير في قناة أبو ظبي، قنوات أبو ظبي الرياضية، برضو ده اللي هو رئيس قناة النادي الأهلي، برضو برنامج إنساني جميل. في برنامج الصدمة ده برضو برنامج إنساني رائع.
في طبعا يعني عدد من البرامج الانسانيه دي حاجه جميله جدا، بس انا معجب قوي ببرنامج ايمن مصطفى بتاع حياه كريمه، لانه جديد ولانه في شغل كويس ولانه ما بيروحش الواحد كده يديله حاجه، ده بيحطه في اختبار وفي تيست. عجبني حلقه مينا، عجبني حلقه البنت اللي لها اللي هي الدليفري، عجبني حلقه الراجل اللي بيبيع حاجات على النيل وكده وبتاع، واحد راح له وحاجات كده، يعني حاجات كويسه والدنيا بخير برضو بصراحه. عماد يوسف عامل شغل كويس جدا جدا جدا. برنامج القوى النفسيه ماشي يا سيدي، هحط لك اللينك بتاعه. بالمناسبه الدكتور محمد عاصم اللي هو بيكتشف المواهب في نادي القوى النفسيه عامل تخفيض 20% للي يروح له ويقول له انا من طرف ابو المعاطي زكي، يعني يقول له مثلا انا من اصدقاء صفحه ابو المعاطي زكي، يبقى هو بياخد تخفيض 20%. بيكتشف المواهب، جربه مع اولادك، جربه مع نفسك، لو انت تايه في الدنيا مش عارف تعمل ايه تسوي ايه، هو يشاور لك على موهبتك التي يمكن من خلالها الابداع والتالق في حياتك العامه. بصراحه انا استفدت منه يعني، او بنتي استفادت منه واكتشف حاجه عامله لها شغل كويس. استاذ طارق علام برضو عامل ده عميد البرامج الانسانيه طبعا، استاذ طارق علام يعني وصديقي في التكريم الخاص من وشوشه يعني. فانا عاوز اقول ان في ناس عامله برامج انسانيه كويسه في هذا الشهر الطيب المبارك، وانتوا بتتفرجوا بقى على الحواديت دي ما تنسوش 57 357 وكل اعمال الخير، المستشفيات والحكايات والروايات، وروح بنفسك واعرف بنفسك وكلام من ده. سيبك من الناس النصابه اللي بتقعد تبعت لك رسائل على الفيسبوك، لا يعني خليك مع ناس انت عارفها شايفها. في ناس كتيرة بتنصب على الفيسبوك والله، يبعت لك وبعد يقول لك ظرف حياه او موت، وبعد شهر تاني يبعت لك يقول لك حياه او موت، يقول لك عيالي مش لاقيين، وبعد شهر برضو لك عيالي مش لاقيين، يعني كده يعني هم بينسوا، يعني بينسوا هم قالوا ايه. لكن الرسائل بتبقى متسجله عندنا، فبتبقى حاجات يعني خلاص نودي الناس احنا عارفينها وكلام بالشكل ده، وجمعيات خيريه احنا عارفينها او ناس احنا عارفينها عن كده يعني. فنادي القوى النفسيه ده دكتور محمد عاصم هيدي 20% خصم للناس اللي هتروح له من طرفنا باذن الله تعالى، ويقولوا له عاوزين ايه وكده يعني. ربنا يحفظ المسجد الاقصى، ربنا يحفظ المسجد الاقصى. لان الفيديوهات اللي انا شفتها دي مش لطيفه خالص يعني، عمال يضربوا الناس المصلين وكده، وربنا يحفظ المسجد الاقصى ويحفظ الشعب الفلسطيني. الحق ثم الحق، سنقف امام الله يوم الحساب، من فضلكم نريد الحق لا اقصى. رمضان كريم رجب، ربنا يحفظك ويجعلنا من اهل الحق جميعا يعني. اعلى باللايك يا غالي، اعلى باللايك، انا برد على الاسئله. حاضر حاضر، انت محترم جدا يا عم الناس السيد عبهادي، ربنا يحفظك يا انكل. ايه اخبار اعاده مباراه مصر والسنغال وائل حسن علي؟ احنا قلنا يوم 21 القرار، هم شغالين في الاجراءات وبيستمعوا للمراقب الامني ومراقب الحكام ومراقب المسابقات، وطلبوا تفريغ شرايط وطلبوا حكايات وروايات. واليوم 21 القرار من لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي، ايا كان القرار اللي عرفته من الاستاذ جمال علام انه هيقوموا طالعين على طول على الفيفا. رفاع الرفاعي، ربنا يحفظك يا حاج رفاعي، انت وابراهيم الجهري يرضى عنكم جميعا، يرضى عنكم جميعا ويحفظكم.